The two forces F1 and F2 shown in figure A and B looking down هنا will act on an 18.5 kilogram object. يبقى عندنا الماس on a frictionless table top. ال F1 ب10.2 وال F2 ب16. بيقول find the net force on the object، يبقى عايز يجيب المحصلة وعايز its acceleration مرة الـ A ومرة الـ B. طب بالنسبة للـ A ما عندناش غير Fx واحدة و Fy واحدة. Fx بتساوي الـ F1 هي minus 10.2 نيوتن والـ Fy minus 16 نيوتن. إذا الـ F جذر التربيعي لـ Fx تربيع مع Fy تربيع يعني هتساوي الجذر التربيعي 10.2 تربيع و16 تربيع 18.97 نيوتن. طب واحنا عارفين ان ال F تساوي ام ايه؟ هنا 18.97 والماس 18.5، يعني هقسم ده على 18.5. إذا الأكسلريشن في البارت A ب1.03 متر بير سكند تربيع. فين اتجاهها؟ اتجاهها هيكون بين الاتنين دول نفس اتجاه الفورس ريزالتنت كده. هقول طبعا في ربع الثالث يبقى ثيتا بتساوي الأول نقول 180، ده ربع الثالث زائد شيفت تان الواي على الاكس اللي هي 16/10.2 زي ما خدنا في شابتر 3. يبقى 180 زائد شيفت تان ستاشر على 10.2 طلعت 237.5 237 درجة. ده البارتين. في البارت بي عندنا اف اكس مفيش غير ال 10.2 الزاوية دي كلها 120 ودي 30 يبقى كوساين 30. الاف واي يكون عندنا 16 لفوق ماينس 10.2 ساين 30. فال 10.2 كوساين 30 طلعت 8.83 نيوتن وهنا 16 ناقص 10.2 ساين 30 اللي هي طلعت 10.9 نيوتن. إذا ال F الجذر التربيعي لنفس الشيء Fx تربيع و Fy تربيع، هربع ده وربع 8.83 واخد الجذر التربيعي تطلع 14.03 نيوتن. اذا ال A بتساوي نقسم ده على 18.5 اللي هو الكتلة فطلعت 0.758 متر بير سكند تربيع. طب والثيتا في الربع الكام؟ احنا عندنا موجب وموجب. الربع الاولاني شيفت تان الواي تقسيم الاكس اللي هي 8.83 يعني يساوي شيفت تان 10.9 تقسيم 8.83 فتطلع الزاوية 51 درجة.